وأولى محطاتنا الصباحية لليوم رح نروح لنحكي فيها عن الكشاف في سوريا. وقت نحن منقول الكشاف نحن اليوم عم نحكي عن جيل اتربى على محبة الوطن، جيل اتربى على الانتماء الوطني. يا ليلى. تماما يا رشا، والعمل الكشفي اللي بيعزز الانتماء الإنساني واللي بيضم القيم الإنسانية والالتزام بالقضايا الوطنية من خلال العديد من الأنشطة اللي رح يحدثنا عنها القائد نزار يارد عضو اللجنة التنفيذية العليا لكشاف سوريا، وأيضا عميد الفوج الأول لكشاف سوريا في ريف دمشق. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. نورين. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وتحية من خلالك لكل الكشاف. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا قبل ما نبلش حديثنا نروح لبعض المقاطع الفيديو من آخر نشاط لكم ونرجع لنعلق. يلا تفضل. بألف خير. نجتمع اليوم في ذكرى الجلاء. جلاء المستعمر الفرنسي عن بلادنا الطاهرة. مناسبة تخبرنا عن صلابة الأرض التي هزمت المستعمر. وبأس الشعب الذي استطاع لي ذراع جيش الاحتلال الفرنسي. نرحب بكم ونشكر لكم حضوركم هذا الاحتفال الوطني الغالي على قلوبنا جميعا. كشاف نحتفي بالوطن على طريقة العاشق لهذه الأرض. لأننا كشاف فللحق وللعدل دعينا، نبذل الروح فداء ما حيينا. لأننا كشاف ننشر الخير على كل الربوع وننمي الحب والإخلاص فينا. أصدقاؤنا المحبون، لم يكن بالإمكان أن نكون هنا نعلي صوت المحبة والموسيقى والغناء لولا تضحيات شهدائنا التي لا تزال تشتعل فينا عزة وفرحا بالانتصار، وتقول إننا قطعنا الوقت الصعب وانتزعنا من فم الليل الذي كان يرسم لأيامنا صبحا يحلو معه الغناء والانعتاق من الخوف ومن وحشة الغربة ويبشر بمستقبل أجمل. نقدم التحية لدماء شهدائنا الطاهرة الزكية، وفلنقف لهم دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواحهم الطاهرة. يليها النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. قاسم أطفالنا مستقبل النساء. طبعا ليلى بدنا ننوه انه هذا الحفل كان بالمركز الثقافي الروسي وكان بمناسبه عيد الجلاء تحت عنوان لاننا كشافه. تماما شيف، خلينا نتحدث او القائد نزار يارد، خلينا نحكي عن مشاركه الاطفال بهذا الحفل، اهميه هذا الحفل. يعني شفنا كثير اطفال بهذا الفيديو اللي شفناه، وايضا اهم الفقرات اللي موجوده بالحفل. تماما، بالنسبه للكشاف بشكل عام البعد الوطني هو عنصر أساسي ورئيسي بحياته وثقافته الكشفية. فعيد الجلاء وعيد الشهداء، خلينا نقول أو ذكرى الجلاء أو ذكرى الشهداء، هنين ذكرتين اللي
نحن أساسيتين عنا باحتفالاتنا السنوية اللي أبداً يعني دولي لازم راسخين عنا، وخاصة العيد الوطني للجمهورية العربية السورية هي جلاء المستعمر الفرنسي عام 1904. من هون لقينا نحن دائماً فكل سنة لازم نعمل شيء جديد، وكل سنة بنعمل تطور. بالعادة بنطلع مراسم، نعمل احتفالات كرنفالات بالطريق. ارتقينا هالسنة بفوج الأول بريف دمشق انه نأسس فرقة كورال. صرنا من فترة كم شهر الشباب والصبايا عم يشتغلوا عليها يعطيهم عافية، تعب كثير واضح كان، وتنويط النوتات الموسيقية وترتيبها وتظبيطها وتدريب على الأغاني وتدريب على الفقرات. فصار هالاحتفال هذا اللي فيه من كل الأعمار بعمر الابتدائي والإعدادي والثانوي حتى جامعيين، فيه تناغم مع كل الأعمار بكل الفئات الكشفية موجودة لتقدر تقدم لنا نموذج حقيقي للشاب أو اليافع أو الطفل السوري اللي يستحق اسم سوريا، ليكي تعطينا هذا اللمحة والصبغة الأساسية الوطنية لنقوم بهذا النشاط بشكل فعال وواعي وملتزم ضمن يعبر عن ثقافتنا الفنية والموسيقية ذات بعد الاجتماعي والشعبي خلينا نقول والوطني على رأسهم يعني. واليوم أستاذ شفنا كتير حرص من حضرتكم على تواجد كشاف سوريا بالأنشطة بالمناسبات الوطنية أو حتى بالأنشطة المجتمعية. قدون اليوم مهم هذا التواصل والاستمرارية الدائمة، يعني تكونوا أنتم موجودين بجميع المناسبات. هذا واجب. نعم. الكشاف دائما بالمبادئ الحركة الكشفية تنطلق من الواجب. يعني احنا عندنا مبادئ الحركة الكشفية الواجب نحو الله والوطن، الواجب نحو الآخرين، الواجب نحو الذات. فنحن ثقافتنا ثقافة واجب، ونحن نؤمن أنه أنا لأحصل على حقي يجب أن أقدم واجباتي. انطلاقا من هون فمن الطبيعي نكون بالمجتمع، ما نحن جزء من المجتمع. أكيد. جزء لا يتجزأ، ولكن جزء فاعل، جزء يسعى لتحقيق السلام الحقيقي لهذا المجتمع. فوجودنا هو واجبنا وأساسي وضروري، وبنكون اذا ما كنا هون ما بنكون كشاف. انتم اضافي اليوم، يعني وجودكم باي مكان ملفت للنظر وبيعطي هيك فرحه للقلب. تماماً. لانه الكشاف بطبيعته او التربيه الكشفيه بطبيعتها هي تربيه بتنمي الشخصيه وبتنمي البعد التواصلي مع الاخر من خلال الابتسامه. يعني مؤسس الحركه الكشفيه اللورد بادين باول بيقول الحركه الكشفيه حركه تبدا بالالعاب وتنتهي بالمواطن الصالح. لأنه اللعبة بتعلمني الالتزام، اللعبة مو بس أنا أضحك وأنبسط فيها، تعلمني الالتزام، تعلمني التواصل الفعال، النظام، كيف أقدر أنا ساعد رفيقي لحتى يربح، كيف ساعد نفسي لحتى أتخطى صعوبات. نعم. فالحياة لعبة والكشفية هي لعبة من الألعاب اللي موجودة بهالحياة. صحيح. خلينا نحكي عن دور الكشاف في تدعيم قيم الانتماء والوطنية وأيضا لدى هالأجيال الناشئة. تماما. اليوم إذا بدنا نقول انتماء، شو يعني انتماء؟ انتماء من النماء، والنماء يحتاج إلى رعاية. وإذا بدي أخذ الانتماء بالتعريف هو شعور الفرد أو المرء بقيمة ذاته بين مجموعة من البشر، هذا تعريف الانتماء. طيب أنا لا أقدر أعرف قيمتي معناتها بدي أعرف دوري، بده يكون إلي دور، بده يكون إلي حيز، بده يكون إلي ضرورة، ما أكون صفر على شمال، أكون صفر على اليمين. يعني إذا كانت الحياة واحد الصفر أو النقطة هي بتكون على اليمين لتعطي قيمة للواحد، إذا كانت على اليسار ما بتعطي قيمة للشيء. فمن هون نحن بنشوف لما بالنظام الكشفي أو بالحركة الكشفية من أصغر طفل لأكبر شخص بالكشاف بيشعر أنه هو في له دور مجتمعي، وأنه جاهز ليتدرب على القيادة من أول ما يفوت من عمر 6 سنين، لأنه يكلف بمهام لازم هو يشتغل عليها ويدرب نفسه على الاعتماد على النفس من خلال التعلم بالممارسة والتعلم المتدرج. هذا بينمي عنده قيمة. لما أنا أمتلك القيمة كشخص بيصير عندي تقدير لذاتي. لما يصير عندي تقدير لذاتي وعلى أهميتي بتنفرز هون وبتتبلور هويتي الشخصية. وهون لما يصير عندي هوية ذاتية وهوية شخصية ضمن المجتمع وضمن البيئة المحيطة وضمن وطني اللي أنا بعتز فيه وبحبه، تتشكل بشكل حقيقي عملية الانتماء. لأنه الانتماء هو شراكة مع الوطن وشراكة مع المجتمع. بدون هاي الشراكة بيخبو الانتماء، بيروح. ما مهم أني يكون سعيد بحياتي مثل ما الناس بتفكر. السعادة الحقيقية تنبع من داخل الإنسان، تنبع من الحب، من الإنجاز، بمقدار ما أعطي من حب، بمقدار ما أقدم من إنجاز، بمقدار ما أكون عندي تفاعل مع الآخر ومع مجتمعي ومع وطني ومع أرضي.
فمن هون نحن بنشوف انه الحركة الكشفية هي اكثر تنظيم ان كان وطني او عالمي بتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز حالة الانتماء للارض والوطن من خلال حتى المخيمات. نحن ليش بنطلع مخيمات؟ نطلع احنا معروفين انه الكشفية كشافين عندهم المخيم السنوي بينصبوا خيمتهم بيطلعوا على البرية ليرتبطوا بالارض، يرتبطوا بالتراب، يعيشوا بالطبيعة ليشوفوا أهمية دورهم بهي الحياة وكيف يعتمدوا على نفسهم بحياة بسيطة لا في موبايلات ولا في كمبيوترات ولا في أي تقنية علمية معينة. منعيش حياة البساطة، منعيش حياة الفرح الحقيقي من خلال انتماء لذواتنا والانتماء لوطننا ولأرضنا ولتراب وطننا. أكيد اليوم ذكرت حضرتك التخييم هو واحد من نشاطات الكشاف السوري، واليوم كان لكم بصمة بكثير بالنشاطات بالفعاليات على الأراضي السورية بجميع المحافظات، ومش فناكم اليوم بس بالمناسبات الوطنية أو الدينية. اليوم حتى بظروف مرقت فيها سوريا كان كشاف سوري موجود على الأرض، يعني بالإغاثة بالتعاون بكل شيء. يعني اليوم خلينا نتحدث بشكل عام اليوم عن النشاطات والفعاليات اللي عم تشتغلوا عليها حضرتكم. طبعا هلا النشاط اللي له بعد مثل ما حضرتك حكيتي بعد وطني مجتمعي، هذا اكيد جزء لا يتجزا من وجودنا، لانه نحن وجودنا بيتكلل بالانصهار بمجتمعنا والتفاعل معه. طيب هذا كله نحن معناتها بالمحصله الوطن هو الغايه وهو الهدف دائما باي نشاط، والمجتمعنا السوري الراقي العريق كمان هو هدف بالنسبه لنا. لحتى انا استحق هذا المجتمع وهي الهويه وهي وسوريتي خليني نقول، لازم ابني واشتغل على البناء من الجذور من الاساس وارتقي فيه. من هون بنشوف انه النشاطات المتعدده قد ما الناس بيشوفوها هي حلوة أو مو حلوة، أنا ما بيهمني نشاط العالم تشوفه جميل أو غير جميل، بيهمني شو عم يبني بالطفل اللي عم يشتغل فيه. يعني بيهمني الطفل اللي عم يقوم بالنشاط أكثر من المتفرج، لأنه آخر شيء هو الهدف بالنسبة لي، هو المواطن اللي بده يحقق عبر الزمن المواطنة تبعه وعبر الأيام وسنين من خلال نمائه لحتى يصل للانتماء، هذا التفاعل الحقيقي. فبتلاقي نحن بالكشاف كل شيء متاح، نحن باجتماعاتنا بأنشطتنا بأعمالنا كل شيء متاح يتعلمه الولد. ممكن نحن بلحظة نقول له جبنا المنهاج الدراسي تبعك أو نأخذ المنهاج الدراسي تبعه ونحوله لشيء اسمه تربية لا صفية، نحوله لحالة تفاعلية ما بيقدر يحققها بالمدرسة، لأنه المدرسة لها وضع بالنسبة للعدد والصف والطريقة اللي بتشتغل عليها. لذلك نحن بنقول الكشاف هو تربية أو طريقة تربية غير رسمية، وكيف بدي أقول لك، وهي تعتمد على الحالة التفاعلية والتطور بالأساليب والوسائل. يعني نقدر نحن برا بالطريق نشتغل، نقدر قدام شجرة بالغرفة على الكرسي على الأرض، نطلع على السقف، نرسم على الحيطان، نشكل أي شيء، أي شيء متاح للولد أو الطفل أو الشاب أو اليافع بالكشاف ليعبر عن ذاته. بالمحصلة بده يكون هو ويدرك حقيقة نفسه وحقيقة ذاته اللي هي الحقيقة المطلقة بهذا الكون. طب إذا بدنا نروح ونحكي شوي عن طريقة الكشاف أو طرق الكشاف وعناصرها، خلينا نحكي شوي عنه. يعني هلك رح تتفاجئ إذا بقول لك إنه الحركة الكشفية طبعا من أسس الحركة الكشفية هن الهدف المبادئ الطريقة. الهدف هو المساهمة في تربية وتنمية الفتية والشباب لتحقيق أقصى ارتقاء لقدراتهم العقلية والروحية والجسدية. نقول مساهمة لأنه نحن مالنا لحالنا بهذا الكون، نحن شركاء مع المجتمع مع المدرسة مع الأهل إلى آخره. حكينا قبل شوي عن المبادئ، بعنا الطريقة الكشفية. المفاجأة هي أنه الكشفية لها طريقة واحدة بس، في ناس فكروا في كثير طرائق، هي طريقة واحدة ولكن بتمن عناصر اللي هن الوعد والقانون، هدول أساسيات. عنا الوعد اللي بيقولوا الكشاف لحتى يستحق لبس الفونار، قانون الكشاف مؤلف من 10 بنود هي. فعنا الوعد والقانون، حياة الخلاء، التعلم بالممارسة، نظام التقدم، الشارات الهواية والكفاية، تمام. بعدين عنا دعم الراشدين، الإطار الرمزي، الخدمة المجتمعية، نسيت واحدة هلأ بتذكرها معك نحن أستاذ معك في واحدة بقياني هلأ بتذكرها. هدول هن عناصر الطريقة الكشفية، لازم بكل نشاط كشفي
نظام المجموعات الصغيرة الثامنة بكل نشاط كشفي هالثمان عناصر لازم يكونوا موجودين. أنا ما بحسن يكون كشاف إذا ما عم مرجعيتي قانون الكشاف، إذا ما كان الهاجس تبعي أو التدريب تبعي مرتبط بالمخيم السنوي أو بحياة الخلاء، إذا ما بشتغل بس نظري بدون تعلم بالممارسة ما بقدر أوصل للولد، إذا ما عندي دعم قادة من خلال دعم الراشدين يكون عندي قيادة واستفيد من الناس اللي بالمجتمع اللي يقدروا يفيدونا كمان. فمنشوف أنه كله خدمة مجتمعية، كيف أنا كشاف ومالي منصهر بالمجتمع. يمكن عندكم حركة أكيد خاصة فيكم اليوم أو شعار بالإيد بينعمل، يعني إذا ما خانتني الذاكرة حضرتكم، حتى هذا الشعار هو كمان مبنى على أهداف كشاف سوريا. خلينا نروح للأيام القادمة وشو عم تحضروا، شو عندكم نشاطات، هل اليوم عم تشتغلوا على فعاليات جديدة؟ تمام، تقصدي شيء بس هون على الشعار؟ أنا ماني متذكرته كتير. تحية قصدك؟ التحية هي تحية. تحية الكشفية. تحية الكشفية، خلينا نأخذها. شعار كشاف العالمي هو من أجل عالم أفضل. نعم، هذا الشعار طبعا بيجي عنا اللوجو هو الزنبقة إلى آخره، كمان إلهم رموز هدول بكل خط بالرسوم اللي بتشوفوها في إلهم. هي التحية الكشفية اللي منحيي بهالشكل هاد، هلين ثلاث أصابع بيرمزوا للوعد الكشفي. نعم، الوعد الكشفي: أعاهد بشرفي أن أبذل قصارى جهدي في أن أكون مخلصا لله والوطن، أساعد الناس في كل حين، أعمل بقانون الكشاف. يعني مخلص لله والوطن إخلاص، أساعد الناس مساعدة، أعمل بقانون الكشاف طاعة، إخلاص مساعدة طاعة. هاد كشاف هاد شعار عالمي، تحية عالمية. الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير. نعم. هاي الدائرة بنسميها دائرة الأخوة الكشفية. لذلك في بند بقانون الكشاف بيقول: الكشاف أخ لكل كشاف وصديق للجميع. نعم. لما أقول أخ لكل كشاف كأنه اعتبرنا الكشاف أسرة، وكل كشاف بهالأسرة هو أخ لأخيه الكشاف. ونفس الوقت باني علاقة صداقة مع من هم ليسوا بالكشاف، ففي علاقة متينة مع هذا، تواصل فعال وإيجابي وراقي. ذكرت حضرتك أنه في أطفال من عمر الست سنوات بيشاركوا أو بينتسبوا للكشاف، خلينا نحكي عن أهمية مشاركة هذول الأطفال وانتسابهم للكشاف بتعزيز القيم التربوية لألون وأيضا الانتماء الوطني. تمام، كتير حلوة. الكشفية بالأساس كانت كمناهج عالمية تبدأ من سنين، بعدين لقوا أنه هالطفل الصغير اللي صف أول وثاني إذا بناخذ كصفوف عم يغار من أخوه بس يروح على الكشاف، أو عم يستنى الشغف لحتى يقدر يفوت بالكشاف. فبكشاف سوريا نحن ارتقينا بانه نقدر نستقطب، طبعا موجوده بالعالم هي، ولكن باسماء متعدده، تعرف كل مرحله لها اسم. عنا ارتقينا انه يفوت عنا بقى من عمر صف اول وثاني، اي 6 سنين و7 سنين على الكشاف. اليوم نحن عم نشتغل تربيه بالمحصله، والتربيه هي التنميه المستمره لشخصيه الانسان، صحيح؟ طيب لما أنا بدي أشتغل تربية مع شخص بدي أفهم شخصيته، بدي أفهم شو خصائص العمر. إذا بناخذ عمر 6 سنين و7 سنين بيكون عم يكتشف الحياة حواليه، بيكون عنده نوع من الأنانية، نحن بنسميها أنانية ولكن هو حب التملك لحتى للاكتشاف، لغاية الاكتشاف. بيكون عنده حب للعمل الفردي. هذا الشيء بدنا نحاول من جهة، إذا أخذناها من جهة غير إيجابية بدنا نطورها لحالة إيجابية. فلذلك نحن بعمر صف أول وثاني أكثر شيء مناهجنا بتكون مرتبطة بتفعيل حلقات الغناء الجماعية، الألعاب الجماعية ما فيها رابح وخاسر، تكريس التواصل الفعال معهم، وبنفس الوقت اكتشاف الذات من خلال الحواس. هذا كتير مهم بهذا العمر، ومن هون منوثق عندهم حالة التفاعل مع الآخر ليقدروا يحضروا حالهم ليفوتوا للمرحلة الأكبر اللي فيها مناهج كشفية أكثر وفيها تفاعل أكثر، ويفوتوا بالغابة والحديقة وإلى آخره. نحن بنتمنى لكم التوفيق بعملكم بجميع المحافظات السورية وجميع المجالات على جميع المستويات. تحية لحضرتك ولكل كشاف سوريا، وأهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم، كلكم ذوق، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك، نورتنا، يعطيك العافية.